ما يحدث منذ شهور وبالخصوص هذه الأسابيع الأخيرة والأيام الأخيرة بالحسيمة، ولكن كذلك اليوم في عدد من المدن ديال المغرب تعبير على قلق. هذا القلق في كثير من جوانبه يمكن نعتبره مشروع، لأنه كيعبر على مطالب اجتماعية، على رغبة ديال مغاربة مغربيات في مختلف أنحاء البلاد وخاصة في مناطق نائية وبعيدة جبلية أو غيرها، ولكن كذلك حتى في مناطق اللي هي مدن كبيرة ضواحي هذه المدن، هناك شعور بأنه هذه الفئات كلها، هذه المجالات كلها ما نعمتش بالتنمية وبالخيرات ديالها وبالعدالة الاجتماعية كما يتعين. وهذا في حزب تقدم اشتراكية كنا دائما كنأكدوا بأنه المسلسل اللي مشى فيه المغرب ديال تطوير الآلة الإنتاج ديالنا وتحسين الفضاء ديال الاستثمار وغير ذلك، هذا المسلسل هذا ما أداش إلى أن المغاربة في مختلف الأنحاء ديال البلاد حسوا به في حياتهم اليومية وحسنوا به الوضع ديالهم رغم المجهودات الكبيرة اللي تبدلت خاصة طيلة 15 سنة أو ما يناهز 20 سنة الأخيرة. لذلك من يتعين اعتبار هذه المطالب مشروعة، يتعين كذلك أن هذه المطالب لما يكون التعبير عليها يتم التعامل معها بالحوار بالإنصات، وهذا ما عملته الحكومة والسلطات، ويتعين الإشادة بذلك طيلة شهور. يعني لما اندلع هذا الشيء في نهاية شهر أكتوبر، وكان سعي إلى احتضان هذه المطالب وإلى السعي إلى تلبيتها، هذا كذلك مسعات الحكومة لما جات إلى أنها تأخذ بعين الاعتبار وتحاول تبلوره من خلال تسريع ديال الوتيرة ديال الإصلاح ووتيرة الاستجابة لبعض المطالب اللي موجودة، وإن كان البعض منها كيطلب وقت في الـ في الـ في الإنجاز. مع الأسف ما لاحظناه هو أنه وقع واحد التوتر، وأنه هذه العملية ما وصلتش إلى نتائج مرضية، وجعل أن كانت هناك بعض التجاوزات اللي من الضروري أننا نتفادوها. جميع الأطراف المعنية بذلك خصها تفادى اللجوء إلى العنف، ويتعين على الجميع أنه يتقيد بالضوابط ديال الدولة الحق والقانون. ما كاينش شي بلاد اللي تطور فيها شي صراع اجتماعي وأدى إلى نتائج إيجابية بالنسبة للسكنة هما اللي كيهمونا المواطنات المواطنين الوضع ديالهم، ما كاينش شي بلاد اللي وقع فيه هذا الشيء في إطار ديال عدم الاستقرار وأدى إلى نتيجة إيجابية. لذلك خصنا نحافظوا على الاستقرار ديال البلاد، وخصنا المؤسسات ديالنا نحافظوا عليها ونتمكنوا أننا نبلوروا التغيير في هذا الإطار. في نفس الوقت من الضروري أننا نأكدوا بأنه ما يحدث كيدل على أن هناك ضعف ديال التأطير السياسي، ماشي عند الساكنة التي تعبر أبدا، حاشا، هادو ناس كيعبروا بشكل تلقائي وعندهم أشكالهم التنظيمية، لكن ما يحدث هو أنه الطبقة السياسية المغربية، الأحزاب المغربية اليوم ما بقاش عندها الحضور، ما بقاش عندها المصداقية اللي كانت عندها، وهذا كيعني أن هناك فشل ديال واحد التصور معين اللي أدى إلى النقص من مصداقية الأحزاب، إلى الضرب في استقلالية القرار ديال هذه الأحزاب. اليوم نوجد في أمس الحاجة إلى أن تكون هناك أحزاب قوية لها مصداقية قادرة على أنها تحاور مع الشعب ويسمعوا لها، وهذا الأمر حذاري أن نفرط منه، لأنه في لحظات حرجة من هذا النوع نحتاج لهذه الأحزاب اللي هي مؤسسات دستورية، ونحتاج إلى مؤسسات ديمقراطية قوية، مجالس منتخبة اللي عندها مصداقية على أساس أن الانتخابات تكون ما كيشوبها حتى شي شائب، وأن الناس تايقين في المنتخبين ديالهم وكيعتبروا فعلا أنهم كيمثلوهم. فلذلك أعتقد أنه اليوم يتعين العدول على هذا التصرف. وفي نفس الاتجاه من الضروري أن نؤكد على شيء آخر، هو أنه لما كنعبروا على مطالب في أي نقطة معينة كاين هناك أماكن للتعبير على هذه المطالب، كاين القاعات العمومية، كاين المظاهرات المرخص لها، كاين جلسات الحوار الممكنة، ما يمكنش نستعمله
في ذلك بعض الأماكن اللي هي أماكن مقدسة واللي من الضروري أن الجميع يحترمها. يمكنش نمشيو للجامع ونخلقوا فيه مظاهر ديال القلق كذلك وديال ديال ديال الفضل اللي ما كيأدي حتى شي نتيجة. حتى إذا كان شي حد عنده شي رأي في خطاب معين من ضروري انه يعبر على هذا الراي خارج هذا الاطار، وكاين فضاءات عطى الله الفضاءات اللي يمكن نعبروا فيها على ذلك. في ظل هذه الاوضاع اتمنى انه يرجع الجميع الى الهدوء، اننا نتمكنوا ان يكون التريث الكامل، وان نفكروا في بلادنا ونفكروا في انه الخط المستقيم اللي خصنا نمشيو فيه هو تلبيه المطالب، هو السعي إلى الإنصات إلى المواطنات والمواطنين، هو تسريع بوتيرة التغيير، هو تسريع بوتيرة الإصلاح، ولكن في نفس الوقت هو الحفاظ على الذات المشتركة اللي كنتميو لها، وهو أننا نفهمه بأنه راه المغرب ما يمكن له يتغير إلا في إطار الاستقرار وإلا في إطار الحفاظ على المؤسسات الأساسية دياله. حاش عسى أن تكون هذه المؤسسات ديمقراطية عندها مصداقية، وأن الشعب يكون كيشوف فيها أنها فعلا عندها مصداقية وأنها قابلة لأن تقود المسار ديال بلادنا. وأتمنى أن يتم الإنصات إلى هذا الأمر. اليوم المعالجة ديال ما يحدث معالجة سياسية، معالجة خاصة تكون عميقة، وخصنا نتفاداو ردود الفعل اللي يمكن تؤدي إلى نتائج عكسية.